أنا اسمي نادين لمكي، أنا مرشحة عن لائحة بيروت مدينتي للانتخابات البلدية لبيروت. أنا اليوم هون مواطنة لبنانية عايشة ببيروت، للأسف حزينة وغضبانة ومحروقة وخايفة، خايفة على مصير هالمدينة، خايفة على مصير ولادي، خايفة على بيروت اللي عم شوفها عم تغرق قدام عيونها ومش عم نقدر نعمل شيء. مثل كتير منكم من سنة كمان اتظاهرت ونزلت على الطريق وجربنا نعمل كتير اشياء، بس للأسف ما طلع بإيدنا شيء. كنت قدام خيارين، يا بفل من هالبلد يا بفل من هالبلد، لحديت ما تلقيت بمجموعة من الشباب والصبايا مثلي غضبانين اجتمعوا بقهوة ببيروت وقرروا يغيروا مصيرهم. هيك خلقت بيروت مدينتي. بيروت مدينتي هي مجموعة شباب وصبايا من دفعة مستقلة نظيفة كلها اندفاع، ناشطة صار لها زمان ببيروت بشوارع بيروت. بيروت مدينتي هي مجموعة من الشباب قررت تنزل على الطريق تسأل الناس همومها، تسألها شو عايزة، شو بدها، كيف ممكن نغير الأشياء، وطلعت ببرنامج مدروس وذكي ومتقون واقعي أولوياته معيشة العالم وحياتها وتحسين حياتها. مشان هيك أنا هون اليوم، لأنه أنا بدي أكون وحدة منهم، بدي أجرب أنا وياهم نغير أشياء، يمكن نرجع بيروت يلي بنحلم فيها، بيروت يلي كلنا منقول عنها ست الدنيا، بس هي هلأ بيروت حزينة وتعبانة، ويمكن أرجأ تقدر توقف على إجريا. فنحن متكلين عليكم أنتو الشباب أنه تشاركونا هالقرار وترجعوا ترجعوا بيروت ست الدنيا، لأنه هيدا أمنا هي بحاجة لإلنا. كثير عالم بتسألني هلأ لوين؟ هلأ على صناديق التصويت بثماني أيار لنسوي لخيار جديد، لفرصة أخيرة لبيروت مدينتي، لبيروت مدينتكم، لبيروت مدينتي، لبيروت مدينتنا كلنا. شكرا.